سيادة الوزيرة، صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك، بشكرك على وجودك معانا ووقتك، ولكن ده أمر مهم. الناس حتى من امبارح على موقع التواصل الاجتماعي بتتكلم فيه، هل إنه مصر هتدخل عصر إنه جميع السيارات تكون بتعمل فيها بالغاز الطبيعي؟ إنه هل هنبتدي الخطوات دي؟ المواضيع المتعلقة بالترخيص أخبارها إيه يعني؟ بصي، المبادرة اللي اتكلمنا فيها امبارح في افتتاح الأسمرات 3، مبادرة إحلال المركبات المتقدمة، وإحنا عرضناها كأحد مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية. تمام يا فندم. المقصود بيها إيه إحلال المركبات المتقدمة؟ إحنا طبعاً عندنا عملنا حصر مع وزارة الداخلية علشان نشوف عندنا في عندنا عربيات ما زالت بتعمل وهي تاريخ صنعها مضى عليها أكثر من 20 عام، وخاصة عربيات الميكروباص والأوبرا. وفي نفس الوقت في عربيات بتعمل بأقل مدتها، تاريخ صنعها أقل من 20 عام، وتعمل بالبنزين. في ضوء توافر الغاز واكتشافات الغاز المؤخرة الموجودة عندنا، بقى في توجيه إن إحنا ليه ما نستخدمش الغاز كوقود بدال السولار والبنزين، وخاصة إن استخدامه في وفر، يعني في وفر اقتصادي ووفر مادي. يعني مش عايزه اتكلم على البعد البيئي وان احنا الانبعاثات والضرر، وان كان ده شيء مهم جدا، ولكن على الجانب الاخر اللي هو لحضرتك بيشتغل بوفر مثلا نفترض 4000 جنيه، لو حول عربيته اللي كانت بتصرف 4000 جنيه حولها حضرتك لغاز، هيبقى بنفس الكميه هيدفع 2000 جنيه. فكده انت عملتي له وفره 2000 جنيه، ده يعني ده على مستوى المواطن، على مستوى سائق الميكروباص او سائق العربيه. طب هي السؤال هنا سياده الوزيره، هل انه هذا المشروع انا اقدر مثلا كواحد عندي تاكسي او عندي ميكروباص هقدر، عندك عربيه ملاكي او عندي عربيه ملاكي، يعني انا من حقي ان انا اخد التمويل واتمتع بالدعم ده من الدوله؟ بصي حضرتك، اي حد عنده عربيته ما فاتش عليها 20 عام تعمل بالبنزين، يكون قدرة الموتور، طبعا هي المواصفات دي وزارة البترول اللي حطاها فيما يخص القدرة، قدرة الموتور في حدود 75% لا تقل عن 75%، يتوجه لأي مركز من المراكز الخاصة بتحويل الغاز، هي تبع وزارة البترول وتبع كارجاز وغساك، ويقول لهم أنا عايز أحول عربية. تحويل العربية تكلفة التحويل بتتراوح من 8000 جنيه ل 12000. تمام. هو حضرتك هيسددهم بقى ولا في تقسيط؟ لا ما بيسددش حاجه حضرتك، احنا كمان هنحولها، احنا هنحول وهيتم تحميل قيمه هذا التمويل على، يعني عايزه اقول لك ايه، وهو بقى بيمول، يعني انا مش عارفه اشرح، يعني هو بيمول، نفترض التموين مثلا بتاعه قيمه تموين الغاز مثلا طلع ان هو من المفترض يدفع حضرتك 100 جنيه، تمام، فكده دفع 105 110، يعني هو هيسدد التكلفه يعني بالقسط كده كل ما بيجي يفول العربيه بتاعته. بالظبط، فطبعا ما بيحسش بيها طبعا. وعندنا المبلغ ده موصلينه انه ممكن يقسطه لغايه 5 سنوات. ده امر جيد جدا. طب سؤال هنا سياده الوزيره، انا اسفه للاطاله، لا أبداً، يعني ممكن حد يجي يقول لك طب انا دلوقتي عمليه الاحلال، يعني انا لو مش عايزه اغير عربيتي بالغاز مثلا، او هي عربيه عدى عليها 20 سنه او ما الى ذلك ولا تصلح، عمليه هنعمل له حضرتك بقى ده المحور الثاني، ده هيتعمل لها في الحاله دي احلال كامل للمركبه، احلال كامل للمركبه، ناخد منه حضرتك العربيه القديمه، هيتم تخريبها وبمقابل مادي، والمقابل اللي هو مقابل هذه العربيه هيبقى مقدم لعربيه جديده يتملكها، سواء بقى ميكروباص او تاكسي او عربيه ملاكي. برامج تمويليه سياده الرئيس امبارح واجه انها تكون ميسره جدا. وهقول لحاجه، امبارح معالي وزير الماليه عرضها، وده كان بناء على توجيه سياده الرئيس ان احنا ننشئ صندوق اللي تم التنويه عنه ده. الصندوق ده مش موضوع ان هو بيضمن اللي جايين ياخدوا القروض سواء شقق سكنيه او سيارات او كده، لا، الصندوق ده علشان يدي ضمانه للجهات التمويليه انها تضخ اموالها بدون ما يكون في تخوف. احنا بنتكلم على قطاع البنوك مثلا. بالظبط،
قطاع البنوك، وفي شركات برضو احنا عندنا في شركات كثير بتقدم تمويل بالتقسيط لسلع معمرة، وبنتكلم برضو حضرتك على الشقق السكنية اللي هي مثلا بيتم طرحها. سيادته كان بيقول مش كل واحد بيخش بتبقى شروطه مناسبة للحصول على وحدة سكنية طبعًا. ولكن طبعا يعني من أجمل يعني هو الحدث كله امبارح كان جميل جدا حقيقي، لكن من أجمل الحاجات بيقولك أنا مش هيجيني مواطن يقول عايز شقة ومش هديله شقة، يعني بصراحة يعني بصراحة أنت مجرد يعني الكلام اللي طالع كده تحس إن الكلام طالع يعني طالع من القلب طالع بحب. الحقيقه يعني الاخبار كلها كانت مفرحه، وحضرتك كمان يمكن وضحت لنا جزئيه هامه جدا، لانه يمكن حضرتك عارفه انه سائقي الاجره طبعًا. وانا عارفه سياده الوزير حضرتك اشتغلتي كمان على صغار المستثمرين وصغار المشروعات، وده منهم. عشان كده انا هقول لحضرتك حاجه، اي برنامج او اي مبادره احنا بنحطها بيكون ليها طبعا اكيد اثر اقتصادي، والموضوع ده مهم جدا، ولكن الأهم منه إن أنا بعمل برنامج أحس إن هو بيرفع من نمط معيشة المواطن المصري. حقه علينا إن هو يركب عربية كويسة، حقه علينا هو حتى وهو سائق ميكروباص إن هو تبقى العربية بحالة جيدة، ما يبقاش فيها كثرة أعطال، ما يبقاش محمل بأعباء هو ما يقدرش عليها. كل المبادرات او كل البرامج اللي احنا بنحطها ده بيكون الهدف الاساسي. كل ده بيترجم ان لازم على الجانب الاخر بيكون في جدوى اقتصاديه، يعني معايا حضرتك لازم يكون في جدوى اقتصاديه، وهو فعلا في جدوى اقتصاديه، فالامور كلها في مجملها نهايتها لازم تكون بتصب في مصلحه المواطن وتغيير طبيعه الحياه بالنسبه له. يعني حضرتك استعرضتي معالي وزير الاسكان امبارح ما كان بيستعرض ما قبل وما بعد، وان اللي كان في مناطق عشوائيه ودلوقتي في اعمارات سكنيه او في مدن سكنيه، حاجه بصراحه اكثر من رائعه ومتميزه جدا. ده كل ده بيتعمل ليه؟ وكل هذه المليارات بيتم ضخها من الدوله ليه؟ والمتابعه من المسؤولين ليه؟ كل ده علشان احنا عايزين نصل في الاخر برضو ان احنا نحس ان احنا عملنا حاجه للمواطن المصري تليق بيه فعلا. طيب.